فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس القمة، فخامة السيد أندري روجيلينا رئيس جمهورية مدغشقر رئيس الدورة السابقة، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات أعضاء الكوميسا، معالي السيدة تشيلشي كوبوي بوي أمين عام كوميسا، السيدات والسادة أعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسمي واسم الشعب الليبي بجزيل الشكر والامتنان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وللشعب المصري الجار والشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة، وأهنئكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة قمة منظمة الكوميسا في دورتها 21 المنعقدة في جمهورية مصر، متمنيا لكم التوفيق لما فيه خير وازدهار البلدان الأعضاء بالمنظمة ورخاء شعوبها. كما أتوجه بالشكر والامتنان لفخامة السيد أندري روجيلينا رئيس جمهورية مدغشقر رئيس الدورة 20 لمنظمة الكوميسا، وأثني على ما بذله من جهود في سبيل تحقيق أهداف المنظمة وقراراتها. ولا يفوتني كذلك أن أتقدم بعبارات العرفان والتقدير للسيدة تشيشلي كوبوي بوي أمين عام الكوميسا وفريقها الإداري على كل المستويات في المنظمة على ما بذلوه من جهود لإدارة المنظمة والتجهيز والإعداد لهذه الدورة التي نسأل الله أن تكون مفتاح خير ونجاح على المنطقة وشعوبها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن التكامل المشترك في منطقة شرق وجنوب أفريقيا لم يعد شيئا من نافلة العمل، بل أصبح ضرورة ملحة تمليها دواعي الاستقرار وسلامة الشعوب، شعوب الإقليم وأمنهم. أيها السيدات والسادة، لم يعد خافيا إن العمل على حل كثير من المشاكل والمعضلات الدولية لابد وأن يبدأ من هذا الإقليم، ولعلي أشير بشكل مباشر وصريح إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أرهقت العالم وأرهقت ليبيا كدولة عبور. وإني أغتنم هذا المنبر لأقول بوضوح إن منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بأمواج البحر الأبيض المتوسط هو محض خيال سياسي، طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبى أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر. وفي هذا الصدد أدعو الاتحاد الأوروبي وأعضائه ومنظماته الاقتصادية وذرعه التمويلية إلى لعب دور أكبر وأكثر إيجابية للتعاون مع منظمة الكوميسا والاتحاد الأفريقي، والعمل على تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم في أوطانهم. كما إني وفي هذا الصدد أؤكد على ما جاء في تقرير الاجتماع 17 للجنة المعنية بالسلم والأمن في الكوميسا لضمان أمن واستقرار المنطقة كشرطين أساسيين لاستدامة التنمية.